أكد معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العاصومي رئيس البرلمان العربي على أهمية تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية في الدفع بالخطط الاستراتيجية للاتجاه نحو الرقمنة في الدول العربية. وأعرب العاصومي عن تقديره للجهود المبذولة عربيا في مختلف الجهات والتي تهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي العالمي بتبني أحدث الحلول والتي تدعم الأهداف الاستراتيجية للجهات الخدمية والتنفيذية للبلدان، داعيا إلى بنية تحتية قوية وأطر تشريعية متطورة ومرنة تضمن مواكبة المستجدات العالمية والانفتاح على التجارب العالمية المتقدمة في هذا المجال. جاء ذلك في ظل الزيارة التي يقوم بها معالي رئيس البرلمان العربي وأعضاء مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي إلى المملكة المغربية الشقيقة لعقد الاجتماع الثاني للمجموعة والاطلاع على التجربة المغربية في مجال التحول الرقمي.